صحية. هلا شوية سبور مع أمين كمان أكيد بفيدوا كتير، بس حتى لو كنا كتير سبورتيف إذا ما كان عنا روح مرحة بتصور كمان الأشياء بتكون صعبة، لأنه كتير من الرياضيين بالعالم أصيبوا بالاكتئاب مع الوقت، ما بعرف لأي سبب، مع أنه منقول أنه الرياضة هي الصحة الوحيدة للجسد وكمان العقل بيكون سليم بنفس الوقت، ولكن ضروري أن يكون في إيجابية وروح مرحة مع كل اللايف ستايل يلي منبشر فيه كل يوم، إن كان بالدايت أو إن كان بالإكسرسايز، ضروري أنه روحنا اللي هي تكون مرحة، والغذاء الوحيد هو جرعة ضحك ما تنسوا. نحن برنامجنا مواضيع عديدة، إذا ما في كتير يعني ضحك بس في ابتسامة دايمة، والبداية مع فادي. بونجور. بونجور كاتيا، كيفك اليوم؟ منيح. أنا شفتك ضحكت كتير مبارح. لك مش قليل ابدا، اكثر من جرعه امبارح بالضحك. صحيح، جرعات. اخذنا جرعه على سنه هذه. شو عندك اليوم؟ اخبار جديده مثل العاده، ناطرك يلا جاي مع خبريه لك بالاخص كمان. ثانك يو، صار لكم في كادو.